الجلال والجمال والسلام والنهار في رضا في رضا. الحياة والنجاة والهدى والغدا في رضا في رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم العنوان واضح بالطبع لكل العراقيين، وهو الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 من تشرين الأول التي انطلقت العام الماضي في مثل هذا اليوم، والتي كان هدفها إسقاط النظام وإزاحة حكم الأحزاب الفاسدة وحل البرلمان والإتيان بنظام حكم وطني عادل يأتي وفق رغبات ومتطلبات العراقيين، ويأتي عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة بعيدة عن التزوير، بعيدة عن التشويش من قبل الأحزاب ومن قبل مافيات الفساد المتواجدة والمنتشرة في البلاد منذ عام 2003 ولغاية هذه اللحظة. طبعا الكل يعلم ولا يحتاج الموضوع لإعادة للتفاصيل، لكن التذكير واجب أن الثورة شهدت الكثير من التضحيات، كانت هناك دماء سالت على شوارع العاصمة ومختلف المحافظات المنتفضة. هذه الدماء هي دماء الشباب العراقي الذي ضحى للإتيان بالوطن، الوطن المسلوب على يد هذه الأحزاب والميليشيات التي طغت بالبلاد والتي سيطرت على الحكم طيلة السنوات الماضية. أكثر من 30,000 جريح، أكثر من 1,000 شهيد، أكثر من 5,000 معوق نتيجة الاعتداءات والانتهاكات الحكومية والميليشياوية، وهناك عدد كبير أيضا من المغيبين. ساهمت القوات الحكومية بفترة حكومة عادل عبد المهدي وتلتها مصطفى الكاظمي باستمرارها بقمع المتظاهرين وكل الأصوات التي تخرج ضد هذه العملية السياسية والأحزاب. وطبعا الأحزاب لم تكتفي بالمشاهدة بل شاركت بالقمع بشكل فعال ومباشر. اليوم تعود الثورة بذكراها السنوية الأولى، وهناك زخم كبير في الشوارع، آلاف من العراقيين نزلوا في مختلف الساحات العراقية، هناك أعداد كبيرة جدا من المتظاهرين، ولكن يستمر القمع. دعونا بداية نشاهد مشاهدينا الكرام كيف شهدت العاصمة بغداد الآلاف من المتظاهرين الذين عادوا بقوة للاستمرار وللتأكيد أن الثورة لم تمت، كما روجت المنصات الحكومية الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كذلك ما يسمى بالذبابة الإلكترونية التابعة للأحزاب. فلنشاهد. سنستمر طبعا مشاهدينا الكرام بمشاهدة مقاطع مع حضراتكم شهدتها محافظات عراقية مختلفة لأحداث مختلفة، لكن نبدأ من حسن من بغداد، أول المتصلين معنا في هذه الحلقة. حسن تفضل، حياك الله. السلام عليكم. تفضل حسن. وعليكم السلام. حياكم الكريمة. بالحقيقة اليوم كل العراقيين
من كل المحافظات اليوم يعني أتوا إلى ساحة التحرير وكل الساحات من أجل استذكار بثورة تشرين، ثورة الشهداء، ثورة العراقيين الحقيقيين، ثورة العراقيين المظلومين من هذه المنظومة السياسية المقيتة ومن هذه الأحزاب، أحزاب الفساد وأحزاب الكساد. اليوم كل المطالب وكل الشعارات تبدو بهذه المنظومة وأحزاب الفساد. مطالب تشرين لم تتحقق منها أي شيء. نريد أن يكون هناك إصلاح للحكومة، ويجب أن تبدأ قبل أن نكون نطلب إصلاح للحكومة، يجب أن يكون هناك إصلاح للقضاء. ولا يأتي إصلاح للقضاء إلا ب يعني خلاص من الفاسدين الذين يعني يشرعون القضاء والمجلس النواب وكل الحصانة وأموال العراق من أجل مصالحهم ومصالح هذه الأحزاب. اليوم ثورة تشرين وصلت رسالة لكل العالم وصرخت بوجه الفاسدين الأحزاب السياسيين الذي لا يمثلون العراقيين. من يمثل العراقيين هم العراقيين الخلص الأوفياء الأبطال الشجعان في كل الساحات، لأنهم يريدون وطن، يريدون دولة مؤسسات، يريدون أن يكون هناك بلد حقيقي عراقي خالي من الفساد. لا يريد أن يكون هناك تزوير للانتخابات ومفوضية غير مستقلة. ولا نريد أن يكون هناك مجرمين لا يطولهم القانون. هناك ملف شهداء 800 شهيد. اليوم هذه الحكومة يعني حكومة التابني بالتأكيد هي شريكة أساسية بتسويف قضية الشهداء، واليوم رسالة العراقيين هي واضحة وقالت لا تمثلوننا، والعراقيين لا يريد هذا النظام. يكون هناك تصوير العملية السياسية وأن نخلص من هذه الأحزاب، أحزاب الفساد وكل أتوا به من فساد وظلم واستبداد. أنا أشكرك يا سيد حسن من بغداد للمشاركة ويانا السيد أبو زكريا من كركوك. تفضل يا أبو زكريا. الله يسلمك. أبي محمد. نعم. أنا هذي قدرت المتظاهرين 800,000 متظاهر قتل قديم على الدبية. وين هذا الكلام يعني يومية طالع له رايح لألمانيا، رايح لبريطانيا، رايح لغير. عذرت الشباب محمد والله العظيم أترحم على شهداء العراق وعلى شباب العراق. إن شاء الله شباب العراق هم منكم بعض الأطفال في العراق. الحياة هذا حكومة السياسية المخيفة داخل إيران وحكومة المالك وبتفرقها. يأخذون حجمة بالأرض. محمد من الشباب المتفرقين منهم 800 و30 جريع. هم يأخذون حبط من 2003 العذاب. اليوم احنا ما عندنا غير الشباب التوقيت. والله محمد يعني عمر شاف حزب البعث، ما شاف حزب البعث. هذول الشباب المنتجين هم نار الحراك، هم يبغون الرياض. نعم. يبغون بالزباله. ان شاء الله بدون الله. أنا أشكرك يا سيد أبو زكريا من كركوك، شكرا جزيلا للمشاركة. في محافظة ذي قار مشاهدينا الكرام، أظهرت مقاطع مصورة حشود كبيرة من المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية. وطبعا هذا الموضوع جاء تلبية للدعوات المستمرة للتحشيد في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة تشرين. دعونا نشاهد.
ننتقل من ذي قار للبصرة ونشوف ويا حضراتكم مشاهدينا الكرام انطلاق مسيرة شعبية حاشدة في منطقة أو من منطقة الجبيلة في المحافظة باتجاه ساحة الاعتصام، فلنشاهد. طلاب جامعة البصرة طالعين بمسيرة اسمها الوفاة لتشرين، إن شاء الله عندنا مطالب اللي هي تفعيل قانون الأحزاب وحصر سلاح بيد الدولة ومفوض انتخابات نزيهة وانضمام العراق للمحكمة الدولية. فإن شاء الله احنا نعلن اليوم بدء المسيرات الطلابية ومستمرة لحد تحقيق المطالب. طيب معنا الآن السيدة أم صالح من الموصل، تفضلي يا أم صالح. أخويا أنا من الموصل، أخويا عندي ولد معتقلين اثنين. نعم. قبلهم واحد صار له 15 سنة. نعم. واحد صار له 5 سنين، والله بالعظيم اليوم السنة شهرين أنا ما أعرف عنهم كل شيء كل شيء. نعم. أسألهم بقى المواجهة. لا يخلونا نشوفهم. نعم. شلون يعني فكرهم علينا؟ هي مو حكومة هذه. يطالبون يريدون انتخابات، والله ما حد ينتخبهم هذول. لا الناس اللي طالبوا انتخابات يا أم صالح، من تريد ذولا يجون يترشحون يعني؟ والله ما ننتخب أحد من الموصل. لا حد يجي علينا على الموصل، ما ننتخبهم. نعم. طلعوا المعتقلين. نعم. أبو الله ابني صار له 15 سنة، أصلش ولا سبب، كله ظلم اليوم 10 أشهر أنا ما أعرف ولا أعرف إيش فيهم وما فيهم. نعم نعم. الله يكون بعونكم يا أم صالح من الموصل، والله يكون بعون المعتقلين الأبرياء. أنا أشكرك يا أم صالح. بالطبع الناس اللي تطالب بانتخابات، إجراء انتخابات مبكرة، ما معناها انه هي تريد نفس الوجوه تترشح حتى يختاروهم وينتخبوهم. هذا كلام مو منطقي. الناس اللي تطالب، المتظاهرين اللي يطالبون انتخابات مبكره نزيهه باشراف اممي، انه بعيد عن هالوجوه، بعيد عن هالاحزاب، هاي الاحزاب تزاح تنتهي، هي والحكومات اللي جت بعد الاحتلال، واللي يترشح هم الشخصيات الوطنيه المستقله اللي تاريخها نظيف وسجلها ابيض في العراق حتى يترشح ويقبل المجتمع العراقي ويختاره. طبعا هو اكيد ما راح يختارون او يطالبون بنفس الوجوه انه تترشح، يعني هذا كلام مو منطقي. عموما الله يكون بعونكم يا ام صالح وبعون كل المعتقلين. ومن ضمن القضايا اللي خرجت من اجلها ثوره تشرين هي المظلوميه، مظلوميه المعتقلين داخل السجون، وين لم تكن حتى ضمن النقاط الاساسيه في المطالب، لكن الظلم الواقع للعراقيين بشكل عام بمختلف الأماكن والمجالات، وبالطبع يكون داخل ضمن أجندة ثورة تشرين. السيد أبو هاجر من ذي قار، تفضل. الله يسلمك، حياك الله. شلونك جواك الله؟ على مود هذا البرنامج. نعم. أبو هاجر نص صوت التلفزيون لو سمحت. أي على مود هذا البرنامج مالتكم هذا اللي عارضينه حاليا على شاشة التلفاز. أي بالنسبة للعراقيين أغلبيتهم ناس فقراء، لكنه متسلط علينا، وأنت تعرف كل زين متسلط علينا الأمريكان. نعم. من 2003 لحد الآن إحنا تحت وطأة الأمريكان. نعم. انت شخصيا كمذيع ليش ما تنقل الحقيقه وتقول يابا احنا بلد محتل؟ لا ده احنا ايش دا نقول؟ ابو هاجر، سيد ابو هاجر تفضل. ابو هاجر بس اول شيء نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون، هاي اول نقطه. النقطة الثانية، منو اللي قال انه العراق تحت حكم واحتلال او وطأة الامريكان؟ منو اللي ما قال انه العراق متأثر بالقرارات الامريكية اللي دمرت البلد؟
منو اللي ما قال انه امريكا سلمت العراق لايران على طبق من ذهب؟ منو ما قال هذا الكلام؟ الضحيه الشعب العراقي العراقي. نعم لا اسمح لي دقيقه ايه؟ اسمح لي تفضل. انتم تتكلمون بالاذاعه عم تتكلمون اي كلام وثاني كلام تدخل بالطائفيه. شلون كلام وثاني كلام تدخل بالطائفيه؟ شلون بس فهمني. الاولى ابو هاجر انا اقول لك شلون تفضل دخلت الشيعه على الخط. ابو هاجر هو منو اللي دا يتكلم بالطائفيه؟ مو الحكومه اللي دخلت هاي المفاهيم للمجتمع العراقي؟ المجتمع المتوحد صار له عشرات السنين مئات السنين ما دخلت عليه هالمشاكل. مو الحكومات اللي جت بعد الاحتلال قالت للمجتمع العراقي شنو معنى السنه والشيعه؟ الناس كلها طول عمرها عايشه بدون مشاكل. اسمح لي بالكلام. تفضل تفضل اسمعك تفضل بس اسمعني من التليفون تفضل. بالنسبه للاعلام يجب ان يكون توعيه وتثقيف للمجتمع. نعم صحيح. ومن ينقل الحقيقه القناه اللي تنقل الحقيقه الكل العالم يتبعها. طيب صحيح لو خطا؟ صحيح. احنا بلد 2003 اقعدك بالشارع او بغير محافظه سنه وشيعه؟ هم موجودين بس منو اللي يحكي بهاي اللغه؟ منو اللي يحكي بهاي الطائفيه؟ لا منو اللي يتكلم؟ انا مو مقصدي موجودين او غير موجودين، منو اللي يتكلم وينطق ويقول هذا سني هذا شيعي وذاك كذا اقلام كردي؟ طيب من عندكم نقل الواقع، نقل الواقع بحيث يكون العراق طيب شنو اللي شفته بالقناه يا ابو هاجر ما عاجبك وده تشوف بيه انه هو مو نقل للواقع؟ شوف شنو اللي سويناه او اللي قدمناه للمشاهدين الكرام حضرتك وغيرك ما يبين انه احنا بدنا ننقل الواقع؟ شنو هو بالله؟ اعطيني الموضوع. ننقل الواقع انت اللي يتصل بيك وعلى القناه مباشره ايه؟ يقول لك انا ابني مسجون او ابني مختطف او ابني ضايع. نعم زين ما تعرف احنا بلد دخلنا بحرب لفتره من الزمن ايه؟ 4 سنوات مع داعش. تمام طيب صحيح لو خطأ؟ صحيح. زين هاي مخلفات الحرب وين خطأ؟ مخلفات شنو؟ مخلفات الحرب اللي 4 سنوات تمام اللي دمر البلد اي وين صارت؟ تمام انت قول لي صارت؟ انت قول لي شنو المخلفات برايك؟ والله مخلفات دمار وخراب. تمام وبعد؟ مخلفات دمار وخراب واحنا هسه شوف شعبنا وين وصل. صحيح. طيب انت سمعت صحيح. سمعت ابو هاجر سمعت ام صالح؟ انا ما اريد اطول بس حتى اللي عندنا ناس ينتظرون. سمعت ام صالح من الموصل ايش قالت؟ قالت ابني صار له 15 سنه معتقل. يعني قبل حتى ظهور داعش يا ابو هاجر قبل حتى ظهور داعش. تدري حضرتك اسمح لي تدري حضرتك منظمه هيومن رايتس ووتش شو تقول عن العراق؟ تقول العراق بي من 250 الف الى مليون معتقل ومغيب ومفقود. منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة دولية، يعني لا أم صالح ولا أبو هاجر. هاي منظمة عندها إحصاءات وعندها أرقام. هاي الأرقام من 2003 ولغاية اليوم يا أبو هاجر، يعني قبل داعش وقبل غير داعش. هاي الأرقام اللي هي من 250 ألف إلى مليون، ما حد سأل عنهم من الحكومة؟ ما حد قال ذولا إيش عندهم بالسجون صار لهم هالقد؟ ما حد قال هل يعقل إنه هالرقم كله مذنبين؟ اسمح لي أنا أجاوبك. اسمح لي انا اجاوبك. اي انت هذا مصالح اللي من اهالي الموصل وسالت قالت لك 15 سنه أي. ما تقول شنو نسبه ابنك وسم لو بيه شلون؟ اسالها قلها ابنك مجرم وبريء. تقسم برب الكعبه انه بريء. شنو ردك انت على هالكلام؟ المراه تقسم ان ابنها بريء. يا اخي قبل 15 سنه يعني من 2005 تقريبا. من 2005 اعتقل، شلون اعتقل؟ طيب،
أبو هاجر أنا أشكرك، أنا أشكرك، شكرا جزيلا للمشاركة سيد أبو هاجر من ذي قار. يعني المعتقلات والسجون الحكومية حقيقة والملف مالتها الآن أصبح أصغر مواطن عراقي بالشارع يقدر يفهم أنه السجون العراقية مليئة بالأبرياء، والدليل أنه السياسيين اللي نهبوا البلد واللي بسببهم البلد الآن أصبح بلد مفلس يستلف الآن مصطفى الكاظمي أو يريد أن يقترض داخليا وخارجيا حتى يعوض الأزمة، ويفهم أنه الميليشيات اللي هي اللي الآن مسيطرة واللي سلاح الميليشيات صار يضاهي ما تمتلك الدولة، هذا كل الظلم صار بالعراق، يقدر يتأكد أن السجون الآن الموجودة والمعتقلات الموجودة السرية والعلنية مليئة بالأبرياء. ليش؟ لأنه المذنبين دنشوفهم موجودين، ما حد معتقل، ماكو سياسي تحاسب، ماكو زعيم ميليشيا قتل العراقيين موجود بالسجون والمعتقلات، السلاح بعده منتشر، النظام الأمني مفقود منهار، لا عدالة في العراق. الأمم المتحدة تقول عن القضاء في العراق، تقول بأنه قضاء فاسد وفاشل، هذا تصريح الأمم المتحدة في أحد تقاريرها. لما الأمم المتحدة هاي المنظمة هي أكبر منظمة دولية تصف القضاء في العراق بأنه فاسد وفاشل، بالطبع أم صالح وغير أم صالح يكون عندها أبناء أبرياء داخل السجون والمعتقلات. شاكر من بغداد تفضل، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك والتحية لكادر قناة الرافدين المحترم. حياك الله. أنا أريد أعقب عن كلام أبو هاجر اللي يقول أم صالح إن ابنها، هل تقسم أنه ابنها مجرم أو ابنها تفسي؟ زين اللي قتل 700 وشهيد راحوا من الثوار، نعم، اللي قتلوهم 20,000 جريح ومعوق، نعم، قتلوهم مو مجرمين؟ اللي اعتقلوا أهالي الرزازة فوق 1,000 شخص، نعم، وين ما وين اعتقلوا مو مجرم؟ نعم. اللي قتل وسوى مقابر جماعيه بس زوجه من الصقلاويه، هذول مو مجرمين؟ هذا استاذ محمد اخويا، هذا ابو هاجر اصلا هذا مو مواطن عراقي. لا سيد شاكر، شوف، هو بغض النظر الرجل بالنهايه تحدث بادب ودخل وعنده وجهه نظر، الرد عليه يكون بنفس الأسلوب لو سمحت سيد شاكر، لأنه بالنهاية ما نريد ندخل بموضوع طعن بعراقية الشخص أو وطنيته أو صير مزايدات. الفكرة باختصار الرجل عنده وجهة نظر يقول بأنه اللي دي يصير أنه مثلا السيدة أم صالح ابنها من يقول أنه هو بريء، فإحنا وحضرتك الرد مالتك منطقي بالبداية، أنه المجرمين اللي ارتكبوا هالانتهاكات وين هم من العقاب؟ ثورة تشرين ما طلعت على مود الظلم يتوقف بالعراق؟ هاي التضحيات اللي راحت مو ضد الظلم كانت؟ ثورة تشرين استاذ محمد طلعت ضد الظلم. نعم. احنا الشعب العراقي من 2003 لحد الان قضينا 17 وتهجير واعتقالات واغتيالات بالشوارع. نعم. في زمن صدام حسين النظام السابق، ما نريد نقول من كان يعرف سني وشيعي وكردي وعربي ويزيدي ومسيحي. نعم. من يتكلمون يقولون القناة الرافدة يتكلمون عن جهة وما يتكلمون عن الأمريكان. أوكي عزيز، أوكي الرافدين تفكري عندي، نعم، أو عراقية مظلوم، نعم، من اللي أسس الطائفية؟ المالكي مو يقول بيننا وبينكم بحر من الدم؟ نعم. المالكي مو يقول ذولا زيدية ما تتفاسلهم؟ وأنا سمعت بإذني، ما حد قال لي، أنا سمعت المالكي بإذني. زين قالوا ثوار تشرين يا أستاذ محمد، من طلعوا ومن 2019 وهاي 2020 وبدأوا بس الثانية. نعم. طلعهم على شنو؟ طلعهم لو عندهم عيشة معيشة وعندهم
صناعة وعندهم شيء يوفر لهم أكل يوفر لهم مواد يوفر لهم مصر يوفر لهم نعم يطلعون مظاهرات أنا أقول لك لا لكن أخويا محمد تعاون لأجل لقمة العيش الشعب العراقي سنة عن سنة ودمار وتخريب والله يا أستاذ محمد أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل على حصة الخضراء. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل على حصة الخضراء. أشكرك يا سيد شاكر من بغداد وصلت الفكرة. أحد المشاركين على الواتساب يتساءل أريد التردد الجديد مال قناتكم. هو نفسه الشخص كتب 10727 نعم التردد الجديد مشاهدينا الكرام هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات بالنسبة للأخ أو للأخت اللي سألوا. يرجى من حضراتكم طبعا جميعا الانتقال للتردد الجديد حتى تتابعونا بكل جديدنا. بالنسبة للي يقول انتم ما تقولون امريكان ما امريكان مثل السيد ابو هاجر من ذي قار يعني الموضوع بلبس يبدو على السيد ابو هاجر يا ما هو ما متابع القناة بشكل صحيح ويعني واحد موصل له الفكرة اللي هي الخطأ طبعا او يعني هذا معلومة خاطئة هو يريد يروج لها او شيء انا لا اعلم حقيقة بدواخل الرجل لكن باختصار قناة الرافدين أصلا خرجت لمواجهة الاحتلال الأمريكي وكل أدواته اللي جاء بها لتدمير العراق إن كانت هذه الأدوات بعد ذلك أصبحت إيرانية بغض النظر لكن الأساس هو أساس والجذور واضحة أن الاحتلال الأمريكي هو سبب الخراب والدمار والآن نحن بعد 17 عاما من الديمقراطية المزيفة التي جاء بها الاحتلال وصلنا إلى هذه النتيجة. خلونا نروح الفاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود. باول قمع قمع مستمر فكرنا نتنفس كنا بالعلاوي بالعلاوي اخذونا ضرب من علاوي يركضون ورهانه ركضه وحده لحد السر لحد التحرير يم الوثبه كان يهدوننا زين فما قدرنا ما قدرنا يعني عددهم اعداد الهوايه شوف المصابين باع المصابين مصابين 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 قمع قمع قوي هذا واحد دق على ظهره على ظهره دق على ظهره دق على ظهره نفس شهيق شهيق هاك هذا واحد الاخر هذا هنا واحد هذا الثاني قمع هذا الثالث قمع مستمر والله سلميه والله ما عندنا شيء زين والله ما عندنا شيء بس ردنا نطلع الفاسدين من الخضراء زين حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا السيد كريم من الحلة تفضل يا كريم السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حياكم الله وحيا قناتكم الجليلة الله يسلم يا رب إن شاء الله ديم إن هذه إعلام لثورتنا ثورة تشرين إن شاء الله نعم الحقيقة اليوم ما يحدث في ساحات التظاهر نعم وكأنما عادل عبد المهدي عاد من جديد ولكن ذاك عادل وهذا مصطفى يعني ما أعرف أنا شنو اللي جرى اليوم يعني ثوار نزلوا بالعلاوي نعم عندهم مطالب طلبوا أنه أحد يطلع من عندهم يسلموا لي نعم هالقمع تقمعوهم ليش والله شنو فاتحين جبهة ثانية غير التحرير أدري نعم. إحنا من حقنا الظاهر في أي مكان إذا خولنا الدستور دستور إنه مخول بالتظاهر ما نحدد بالتحرير إذا نحدد دستورهم بالتحرير نقول بالتحرير زين اثنين يعني هو هذه مناسبة إحنا سنة مرت على ثورة تشرين نعم نزلنا بالساحات حتى نوصل رسالة على أنه إحنا راجعين وبقوة نعم أيها القانعون في الخضراء راجعين وبقوة نعم نحن نريد وطن يا اخوان والله ما نريد شيء احنا ما نريد الاموال اللي خدتوها عم اخذوها وروحوا بس تونا وطننا
خلي 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 نعرف انه عندنا هويه. الان تجردتونا حتى من الهويه. طيب انت الكابر من اجيت، انت جيت اعلامي، جيت مخابراتي، انت شنو اللي اجيت به؟ نعم. انت اجيت من رحم الثوره، من رحم ثوره تشرين. لولا تشرين انت ما تصير رئيس وزراء. سيد كريم لحظه، سيد كريم حتى لا يصير اكو خربطه بالكلام، لان اكو ترويج حكومي، اكو ترويج حكومي انه مصطفى الكاظمي وجوده بالمنصب هو نتيجه الثوره. ثوره تشرين ما طلبت انه الكاظمي يكون رئيس الوزراء، وما حد اختاره من الشعب العراقي انه يكون رئيس الوزراء. مصطفى الكاظمي تم اختياره من قبل احزاب السلطه اللي طلع عليها الشعب العراقي. يعني لو ثوره، لو الكاظمي ما كان الكاظمي وكان شخص اخر موجود مكانه، هي نفس النتيجه. هؤلاء شخصيات قامت بتدويرهم احزاب السلطه، العراقيون لم يختاروا هذه الشخصيات. حتى بس ارجوك يعني حتى لا يكون اكو خربطه انه مصطفى الكاظمي هو نتيجه الثوره، الثوره ما تنتج هيك شخصيات. فقدنا الاتصال مع السيد كريم من الحله. كما قلنا مشاهدينا الكرام، ثوره تشرين خرجت لاسقاط النظام. مصطفى الكاظمي صحفي تحول الى رئيس مخابرات، صار رئيس وزراء، شلون؟ ما حد يدري. لانه لم يكن اختيار الشعب العراقي، جاء غصبا عن الشعب وفق التوافقات السياسيه. اجى برضا الاحزاب وحطوه بالمنصب، لكن الشعب العراقي لم يقم باختيار مصطفى الكاظمي ليكون هو نتيجه الثوره. هو كان مفروض على العراقيين وصار بالاراده الدوليه امر واقع، لكن سينتهي منهم العراقيون قريبا ان شاء الله. مصطفى من مصر تفضل. مصطفى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يكرمك، نحييك ونحيي الثوره المجيده ونحيي اخواتنا واهالينا في جميع الساحات والميادين. حياك. ونحييكم ونحيي صمتكم يا ابطال، يا فخر العرب ومجدها، يا حبايبنا. الأمة كلها معاكم والله، والله والله كل الشعوب معاكم، وإن شاء الله منصورين. نعم. واستمروا في النضال والكفاح واستمروا في السلمية. نعم. ضد الخونة والعصابات والأمريكان، وأخويا العزيز اللي بيقول لك الأمريكان، يا أبويا كلنا محتلين يا أبويا. نعم. يا أبويا أبوس إيديك انضم للثورة وكل كلمة حق يا أخي، خلي يا أخي ارحم لو ابنك مسجون ولا بنتك مقتولة، يا أخي خلي حتى يا أخي، يا أخي أنت عربي أبونا وحبيبنا، إحنا مفيش عداوة بيننا وبينك. يا أخي الرحمة حلوة يا أخي، يا أخي الرحمة حلوة. قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب السلم، يا رب وطني يتحرر من أمريكا وإيران والفرسي والصهاينة وكل العصابات يا عمي. يا عمي تطلع للأفضل يا عمي، خليها على الله، خلي قلبك لطيف. والله والله ما عندنا حقد ولا عنصرية. نعم. يا عمي انت ما تعرفش، ما تع... العراق مش العراق ارض او شعب، العراق اكبر من كده، العراق الامه كلها يا ابويا. يا ابويا احنا اتدمرنا، يا ابويا احنا شفنا المرات في 17 سنه، انت مش حاسس بالوضع. يا ابويا التعتيم الاعلامي علينا، احنا مش عارفين، مش عارفين نقدمه حاجه. يا رب يا رب اقبض روحي، اقبض روحي ومزق جسدي وبعثر اشلائي فداء لوطني. يا رب يا رب اقبض روحي ومزق جسدي فداء لوطني، مش عايز فلوس ومش عايز مناصب. وانا اشكر سيادتك وعاش العراق. شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر. معنا السيد علي من البصره، تفضل يا علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. علي علي نص صوت التلفزيون لو سمحت. ان شاء الله ثورة منصورة بجاه الشعب العراقي كله. نعم. واحنا يعني مطالبنا من الشعب يعني ومن الحكومة ومن السياسيين تغيير الوجوه كلها يعني. نعم. طيب يعني علي انت تريد انت تطالب السياسيين انه يصير تغيير وجوه؟ تغيير وجوه يعني كان قبل رئيس الوزراء سابق يعني نور المالكي. أيه. نور المالكي نزل رئيس الوزراء صار ضد تحالف ما ادري شنو، ظل نفسه يعني نفس المكان. نعم. يعني لازم تغيير الوجوه. نعم. طيب يعني والكاظمي الكاظمي برايك شنو يا علي؟ الكاظمي شنو؟ الكاظمي برايي يعني مو الشعب ما اختاره، اي شخص ما اختاره. نعم. نعم. طيب. يعني لازم تغييرهم كلهم. نعم. اذا سيد علي بس حتى نكون ايضا واضحين ويا حضرتك، وحضرتك ايضا تكون يعني طلعت منك الجمله بشكل صحيح.
انه الشعب العراقي يريد تغيير، مو يطالب السياسيين حتى يسوون تغيير، لانه السياسيين لما دي يغيرون مثل ما تفضلت حضرتك دي يغيرون الوجوه بس ما دي يغيرون المضمون، ما دي يغيرون النهج، ما دي يغيرون السياسة. وكل ما يجي شخص يصير البلد من سيء الى اسوأ، صحيح؟ طب مكاس ثاني بس يعني ما يعني شلون لعبة سياسية بيناتهم يعني بدون فائدة ابد. نعم لازم نعم. تغيير يعني الطبقة السياسية كاملها. نعم الا الشعب يعني يستقر وتعيش العراق سلام ان شاء الله. شلون الوضع بالبصرة يا علي؟ تظاهرات اليوم طلعت يعني مظاهرات يوم سلمية والحمد لله يعني ما فيها اي مشاكل واي تعرضات ابد. نعم انا اشكرك يا علي من البصرة، شكرا جزيلا. صباح من بغداد تفضل. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الكريمة اللي جاي تنقل لنا الحقائق طبعا هي. جاي تجينا على الخاص مقاطع فيديو لقسم المندسين ويحملون القامات. نعم. بالحلة وبالبصرة وبالبغداد وبالعلاوي وكلهم صدريين ومدفوعين، ذولي مو من يعني من يعني من خاطرهم وجمعي، اكيد وراهم حزب وتيار دفاعهم في سبيل يشوهون صورة المتظاهرين السلميين. نعم. المتظاهرين كلها عرفناها صار لهم اكثر من سنة ما عندهم غير العلم العراقي وطالع يطالبوا مطالب شرعية. نعم. اللي ذولي اللي يشيلون سكاكين وحاملين كواتم وغيرها ذولي من هم ذولي؟ غير نعرفهم رئيس الوزراء وابو الامن الوطني وغيره والمخابرات غير يحددوهم ذولي المتابعين تابعين للحشد والميليشيات الطائفية. نعم. وقبل شوية ابو هاجر يمكن حكي على الامريكان وعلى غيرها يريد يتهم غير صورة ان احنا ما نجيب طار الامريكان. الامريكان هم محتلين البلد وهاي الموجود هسه حاليا بالعراق وما يدري كله بسبب الامريكان. امريكان جم احتلموا البلد ودمروا البلد ونواياهم سيئه من تقسيم ومن تدمير والطائفيه كله بسببهم. والنوب مو بس احتلال امريكي. نعم. النوب احتلال ايراني امريكا سلمتها لهم. نعم. سلمت موافقتها خلت هذا الحشد الميليشياوي اللي حاليا هو اللي جاي يقتل ويدمر ويسرق بخيرات البلاد. يعني لو 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 سرقات ماكو فساد ماكو ما كان ظاهر للشعب العراقي كله. نعم. سواء سنة أو الشيعة أو الأكراد لكن نسبة الفقر والجوع والظلم والكرامة وصلت الحد للكرامة، كرامة العراقي يعني يعني. نعم. راحت بسبب هذه الحكومة الفاسدة. نعم. الاحتلال الأمريكي هو جلب الاحتلال الإيراني وخلى الناس وصلنا لهذه المرحلة أن الناس تطلع تظاهر ضد الاحتلالين. يعني احنا ضد امريكا اولا وامريكا. نعم. هي السبب الرئيسي بدمار العراق. نعم. وبعدين ايران تجي وراها وميليشياتها والذيول الموجودين مثل مقتدى وقيس الخزعلي وذول ابو فدك وغيره والمهندس. نعم. سابقا وغيرها. نعم. كلهم هم اللي سرقوا خيرات العراق وخلوا العراق هسه من افقر البلدان بالشرق الاوسط. يعني هسه حاليا احنا ننقاس باي دوله؟ ما ننقاس باي دوله مع سوريا والعراق واليمن و... نعم. يعني هذا وصلونا لهالمرحله. نعم أنا أشكرك يا سيد صباح من بغداد شكرا جزيلا. إبراهيم من بابل تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا احنا عندنا مناسبة إبراهيم حياك الله تفضل. الله من بابل 2014 إلى 2020 أنا داوم بدرات احنا 2020 احنا ما سمينا لا حشد ولا اي مليت انتمينا له. نعم. احنا سيد علي السيستاني اطلع فتوى قال انتموا مع قوات الامنيه طلعنا وين قوات الامنيه وسلاحنا فتاتنا كلنا من الدوله. طيب. والسيد الحلبوطي الف مره قرنا تفضلكم رواتبكم تفضلكم رواتبكم وقرر الداخليه مال طلب انه يضغطون علينا وجع عادل عبد المهدي والاحواتي والمالكي وهسه مصطفى الكاظمي. تقبلها شاطر تقبلها يعني انا طبيت وهذا الدوام الله شاهد ما حد يشارك وانت شارك تعال شوف ايش حلو يعني بيها قانون هذا مو حرام مو ظلم تطلع لنا لجان ويقرر يعني ويقررون باكد باكد يعني مصطفى الكاظمي يصبح صحفي يصبح انه مدير مخابرات يصبح انه رئيس دوله اخي عيب عليهم يعني واحد شو السؤال طبعا اسالك يا سيد ابراهيم المرجعية اللي أفتت وطلعتوا نداء أو استجابة لنداء المرجعية ليش ما تطالبوا بحقكم أنتوا؟ ليش ما تطالبوا بحق المعوقين من الحشد؟ الناس اللي ترمت الجثث مالتهم أو أجسامهم وهم مصابين على أبواب المستشفيات وما حد استقبلهم ليش مو هي صاحبة الفتوى؟ ليش ما هي تطالبوا بحقكم؟
2000 شهيد وجراحنا قدرها. وانا من الناس اسولف لك اخو جندي عراقي بس لبنى عسكرية مثل شعب عراقي يلتحق ياخذ القحوية تقبلها انت يعني بيا قانون هذا بيا امر بيا عالم بيا عالم. انا جندي لا اقول لك لا جهاز اصابه الراس ولا الدباب ما حد يمثلني كقوه بالعالم لان 7 سنين بدون راسي يعطيني جندي حتى يظل شايل بدون راسي. طيب يعطيني جندي ما ظل يظل شايل بدون راسي. انا اكله ثلاث دواعي وذاك اليوم رجع لي 60,000 لبس لاعب شرد ورجع لي اياه بالعفو رجع لي اياه بالعفو 60,000 جندي راقي رجع لي اياه بالعفو لاعب شرد. انا هنا لازم قواطع وسيارات واي واحد من التلفزيون الله شاهد الله شاهد جيت الف ويا ثاني سيارات دواعي كلها عندي نقطعناهم قطعناها غير انا متابع انا من العراقي. طيب سيد يعني ابراهيم سيد ابراهيم انا اشكرك للمشاركه وصلت فكرتك ورسالتك. وطبعا يبقى موضوع الحشد موضوع حقيقه يعني فيه الكثير من الحديث. ويبقى باختصار اللي دا يصير اليوم تحت مظله الحشد الشعبي وتحت شعار الحشد الشعبي هي عباره عن مجموعه من الميليشيات اليوم وتنتهك القانون خارج عن القانون اصلا وفق الدستور بالعراق يمنع تشكيل ميليشيات أو حمل السلاح خارج إطار القانون ومع هذا صار الحشد. ومشكلة المشكلة المادية اللي حضرتك تواجهها بموضوع الحشد هو يعني مثل ما قلت لك ليش ما تسأل الجهة اللي طلعتكم أصلا اللي أفتت بخروجكم. ويعني قصة طويلة عريضة موضوع الحشد أصلا ووجوده بحد ذاته هو الآن مخالفة للقانون ولكن لا قانون في العراق للأسف. زيدان من السليمانية تفضل. زيدان نصي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. طيب سيد زيدان موجود؟ زيدان قبل كل شيء لو سمحت سيد زيدان نصي صوت التلفزيون. نعم أرجو من كل المسؤولين في العراق خاصة مرجعية وكل المسؤولين هذا اليوم نعم فقدنا الاتصال مع سيد زيدان من السليمانية. سيد أبو ياسين من بغداد تفضل حياك الله. تحياتي لك أخوي. الله يسلمك حياك أخي. الأخ يعني كلام حلو اللي قبلي هسه بس أرد أقول له أرد أوضح لهم بالصورة أقول لهم لا حد يقول يحكي على الكاظمي ويسمع كلام أهل الفتاوي. أخي هم كلهم ارتباط واحد. نعم. لو الذم هذا والذم هذا لو تحمد بهذا وهذا لا تحكي عليه لان هم ارتباط واحد. نعم. هذول سياسيين وذول اللي يسمون فتاوي هذول الفتاوي يقنعون الناس الفقره مثل الاخ اللي اتصل يقول انا تحت عسكري وتنت. اخي انتم كلكم جاي تدامون الايران هو الولد يعني ما يدري احوال عتوه جندي جاي يداوم العراقيين بس انتم جنود الايران ايران بيكم جاي تفلش بالعراق. ايران نعم. تطلب العراق تار هاي نعم. وحده اثنين على الجيش اللي جاي يضربون هذول اللي جاي يظاهرون الولد هذول نعم. الجيش لو انتم عندكم غيره كان ذبيتوا ملابسكم هاي الفارسيه والتحقتوا مع اخوانكم الثوار لان هذا الثائر جاي يدافع عن مستقبلك ومستقبل نعم. اولادك واولاد اولادك ومستقبل ابوك هم جاي يدافع نعم. عنه. ذبوا الملابس الفارسيه والتحقوا مع اخوانكم الثوار نعم. يعني على مود تظلون شلون هسه عندنا ثوره 20 ثوره ال 20 صار لها 100 سنه انعرفوا الناس الوطنيين والناس الانذال نعم. فالتحقوا فرد اقول للثوار تظلون ثوار بعد 100 نعم. سنه تنذكرون فلان وفلان وفلان واللي عكسكم ينذكرون انه هم عار. انا اشكرك يا سيد ابو ياسين من بغداد شكرا جزيلا للمشاركه. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا. نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نلقاكم بإذن الله.